السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح الفل عليكم. النهارده سؤال جديد وحلقة جديدة سريعة كده، انا هتكلم باختصار قوي النهارده عن زي ما قلنا ايه الفرق بين الكيماوي اللي قبل العملية والكيماوي اللي بعد العملية في اورام الثدي. تعالوا نتفق الاول ان الكيماوي اللي قبل العمليه ده ممكن نسمعه بين الاطباء، يعني بيسموه نيو ادجفنت تريتمنت، والعلاج اللي بعد العمليه اسمه ادجفنت تريتمنت او اللي هو ادجفنت كيموثيرابي ونيو ادجفنت كيموثيرابي. طيب العلاج اللي هو قبل العمليه، امتى بنلجأ للعلاج اللي قبل العمليه؟ الصراحه في اورام الثدي عموما احنا ممكن ندي العلاج كله قبل العمليه وممكن نديه بعد العمليه، يعني في اي حاله، ولكن في حالات مستحب ان احنا ندي فيها العلاج قبل العمليه، في حالات مستحب وفي حالات غصب عننا هندي العلاج قبل العمليه. طيب زي ايه؟ لما يكون مثلا قبل العمليه الورم كبير شويه، الجراح يقول لي لا انا عايز اصغر الورم ده لان مثلا الورم كبير شويه، فلو عملت عمليه الورم كبير الثدي صغير ممكن ما يبقاش فيه جلد كويس اقدر اغطي بيه او ايه اخيط فيه او الحم العمليه بعد الاستئصال، ده هيبقى غصب عني. ايه تاني؟ في مثلا جراح يقول لي المريضه مثلا عايزه ان هي ما تعملش استئصال كلي للثدي، عايزه تعمل استئصال جزئي، عايزه تستأصل بس الورم حجمه كبير على الثدي، فلو شلت الورم الثدي هيفضى خالص، فيقول لي برضو اديها معلش كيماوي قبل العمليه نقلل الداون سايز، نقلل حجم الورم ونعرف نعمل استئصال جزئي، بس في الحاله دي لازم نركب كليبسات، عشان كتير قوي 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 يعني بطريقه رهيبه ناس بتسأل على موضوع الكليبسات ده، وهو ازاي اصلا ناس اديكي كيماوي قبل العملية وما اكونش عامل كليبسات؟ طب انا هعرف الورم منين او حدوده منين او الجراح هيعرف منين؟ فلازم في حالة ان انا بهدف ان انا بدي كيماوي بهدف ان انا اصغر الورم عشان اعمل استئصال جزئي مش كلي، لازم يكون في كليبسات متركبة في الورم قبل ما ادي العلاج الكيماوي قبل ما ابدأه، بيركب هو كليبس في الورم، بيركب كليبس على الحواف بتاعته عشان يعرف كانت حدود الورم دي فين، عشان لما يجي يشيل افرض الورم اختفى من العلاج يعرف هو يشيل فين ويشيل ايه بالظبط، صح؟ فلازم الكليبسات لو حد عايز يعمل الهدف ده من العلاج الكيماوي ما قبل العملية. مش كل العلاجات كيماوي قبل العملية، ممكن ناخد طبعا هيرسبتين قبل العملية، بيرجيت قبل العملية، يعني ممكن ناخد علاج كيماوي، ممكن ناخد علاج موجه، وفي بعض الأحيان كمان بس ده في الناس الكبيرة أو كبيرة في السن شوية، ولما بيكون الهرمونات عندهم عالية قوي بنديهم علاج هرموني ممكن ما قبل العملية، بس ده استجابته بطيئة شوية، بياخد وقت عمال ما يحصل استجابة ممكن لغاية 6 شهور، دي حالة بنلجأ لهاش كتير، بتبقى غالبا في الناس كبار السن أوي فوق 70 فوق 75 سنة. طيب امتى تاني كمان بعد قبل العمليه؟ لو انا كشفت او بالسونار او بالماموجرام لقيت غدد ليمفاويه مصابه تحت الابط وشكل كمان عددها كبير، بيبقى احسن برضو ان انا اعمل علاج كيماوي قبل العمليه عشان اقلل البردن بتاع العمليه، الدكتور ما يخشش يلاقي الناس حاجات متضخمه وحاجات لازقه في بعض كده، فبيبقى احسن ان انا ادي علاج قبل العمليه اللي هو النيو ادجفنت عشان اقلل البردن اوف ذا ديزيز. ايه تاني؟ علاج ما قبل العمليه برضو في التريبل نيجاتيف، في الثلاثي السلبي، بقى يفضل قوي دلوقتي ان احنا لو خدنا عينه اللي هي تروكت بالابره وطلع ان هو الورم ثلاثي سلبي، يعني سلبي للهرمونات وسلبي للهيرتو، يفضل برضو ان انا ادي علاج ما قبل العمليه، وبعد كده بنبدا نخش في حاجه نعمل بقى العمليه ونشوف هل حصل قضاء تام على الخلايا الورميه ولا لسه في خلايا ورميه تانيه، وصلنا لحاجه اسمها سي ار اللي هو كومبليت ريميشن ولا لا، ولو في ريزيدوال ديسيز بنبدا ندي الكابسايتامين اللي هو الزيلودا لمده 6 أو 8 جرعات بعد العمليه في حالات الثلاثي السلبي. فحل دلوقتي يبقى احنا عندنا دلوقتي لو الورم كبير والجراح قال لي لا الورم كبير على حجم الثدي انا مش هعرف اقفل عمليتي، اعمل لي اديني كيماوي صغر لي الورم بس انا كده كده هعمل استئصال كلي، او في سيده عايزه تعمل استئصال جزئي بس حجم الورم كبير شويه او كبير بالنسبه للثدي فانا هصغره لغايه ما اعرف اشيله، بس في الحاله دي قلنا لازم نركب كليبسات قبل ما نبدا العلاج الكيماوي. لو في غدد ليمفاويه مصابه ومحسوسه بالايد تحت الابط وقوي او ظاهره في السونار والماموجرام او الام ار اي اللي عملته المريضه قبل ما تبدا العلاج. رابع حاجة ودي قلناها أخيرا اللي هي يكون الثلاثي السلبي، حالات الثلاثي السلبي عشان أدي أبدأ لها العلاج الكيماوي، وكمان ممكن كمان نبدأ علاج مناعي كمان في حالات الثلاثي السلبي قبل العملية
وبعد كده نعمل عملية، بعد كده ممكن نكمل بزيرو ده راس. طيب اي حالات تانية، اي حالة بريست كانسر، اي حالة تانية، بس اي حالة تانية ممكن نبدأ لها العلاج ما قبل العملية، ونكمل العلاج بقى بعد العملية، سواء كان فيه إشعاعي، سواء كان فيه هرموني، سواء كان فيه موجه، يتكمل بعد العملية عادي خالص في أي حالة من حالات الثدي. والنقطة برضو اللي احنا بنحب نذكرها، ان احنا لو احنا ناخد علاج كيماوي مثلا 8 جلسات او علاج كتير شوية، نركب بورتكاس افضل، عشان ناخد اللي هو بقى يعني سكة العلاج اللي ممكن تقعد 6 شهور او 8 شهور، ولو في موجه كمان ممكن يقعد سنة، يبقى احسن ان احنا نركب بورتكاس عشان نتفادى الموضوع بقى الاوردة، وان احنا ملاقيش اوردة وكده. دي برضو حاجة مهمة. الحاجة التانية، في ناس بتقول لك خد 4 جرعات ونعمل عملية ونكمل 4 جرعات. الصراحة يعني المدرسة دي بقت قليلة قوي، قليلة قوي في اتباعها كمان، ان احنا ندي شوية وبعد كده ندي، لان غالبا المدرسة دي غالبا بيحصل عطل، يعني ادي كيماوي بعد كده المريض يعني مناعته تقل شوية، وممكن يحصل عنده مشاكل في الوند هيلينج، يعني يبقى مثلا عنده سكر ولا حاجة، فالجروح ممكن ما تلتئمش بسرعة، فيخش عملية يحصل منها مشاكل، فكمان اتأخر تاني في الكيماوي اللي هاخده تاني بعد العملية. فالمدرسة دي الصراحة مش بقت ما بقتش متبعة كتير، احسن يا اما ناخد كل العلاج قبل، يا اما ناخد كل العلاج ايه بعد، لو نفع. طب العلاج بعد بقى، العلاج بعد ده احنا تطرقنا ليه كتير قوي، قلنا مين ياخد ومين ما ياخدش، وامتى العيان البريست كانسر ما تاخدش كيماوي، قلنا لو عمل، لو هو لو ريسك وعملنا اونكو تايب دي اكس، وهتلاقوها دي في حلقه منفصله، امتى ياخد 4، امتى ياخد 6، امتى ياخد 8، برده مدرسه الستة دي قلت قوي، اما غالبا بندي 4 اما بندي 8، وطبعا لو في علاج هرموني، علاج اشعاعي، علاج موجه، ده كله ما بعد العمليه. انا بس كان الفيديو ده هدفه امتى اللي هو الانديكيشنز، او امتى ادي العلاج ما قبل العمليه، او نيو ادجفنت تريتمنت، او نيو ادجفنت كيموثيرابي. يا رب اكون فدتكم. الله، باي باي، ويومكم جميل ان شاء الله.